السلام عليكم. تعود دوامة الرواتب مجدداً إلى الواجهة في تعز، مثلها مثل كل اليمن من أقصاه إلى أقصاه. غير أن المعاناة في تعز مضاعفة لأسباب كثيرة، من بينها الحصار والحرب المستمرة منذ الانقلاب. البيان الأخير لأحزاب اللقاء المشترك حول أزمة الرواتب جعل تلك الأزمة حاضرة على الصعيد السياسي. بيان المشترك الذي كان خلاصة اجتماع نقاش بشكل خاص قضية مرتبات موظفي الدولة العامة في القطاع العام والمختلط كذلك، والتي لم تصرف منذ 9 أشهر من قبل حكومة الشرعية. اعتبرت أحزاب المشترك عدم صرف المرتبات من قبل الحكومة أمرا يظهرها وكأنها تكافئ صمود محافظة تعز في وجه الانقلابيين بحصار يتخذه من يقف وراء عرقلة صرف المرتبات كل هذه المدة بحد وصف البيان. وهنا نتساءل، أليست الحكومة الشرعية تمثيلا لتلك المكونات السياسية التي أصدرت البيان بما فيها حزب المؤتمر المساند للشرعية؟ وهل تستمر الذرائع المتعلقة بالرواتب في تعز على طريقة تلك الذرائع التي لازمت عملية التحرير حتى هذه اللحظة؟ وبالمقابل، هل تقف قدرة هذه الأحزاب التي تنضوي تحت بنية السلطة الشرعية على إصدار هذا البيان فقط؟ حول هذه التساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. ينضم لي فيها عبر الأقمار الصناعية من تعز الرئيس الدوري للقاء المشترك في المحافظة الأستاذ عبد الحكيم شرف. أهلا بك أستاذ عبد الحكيم. حياك الله، أهلا وسهلا فيك. وفي البداية أهلا وسهلا طبعاً. إذن أستاذ عبد الحكيم، أشكر قناة بلقيس على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. إذن سنبدأ النقاش أستاذ عبد الحكيم ومشاهدينا الكرام، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. تعز بين معضلة التحرير ولغز الرواتب، هكذا تبدو الصورة في المدينة التي تكسر الانكسار في مراحل حساسة من التاريخ اليمني، وتعيش بين مطرقة قوى الاجتياح وخذلان رفاق الكفاح. ملامح الناس في هذه المدينة حملت تباشير التحرير الذي حدث في مواقع مهمة وحيوية في قلب المدينة قبل أيام، لكن تلك الملامح لا تخلو من كآبة وعود الحكومة في انتظار الرواتب. مجمل المشهد السياسي والإنساني الذي تعيش محافظة تعز يحضر في الراتب كعنوان عريض لتفاصيل يوميات المأساة التعزية، بينما تشهد المدينة سخطا واسعا عن الضغط على الحكومة الشرعية للوفاء بالالتزامات والوعود المتكررة. الوضع الإنساني في تعز هو الآخر تضاعف بعد تفشي الكوليرا الذي أصبح ضمن الأوبئة التي تعاني منها المحافظة وفق التقارير الصحية وسجل الحالات المدونة. قلة دخول المساعدات الإنسانية وانقطاع الراتب والمهاترات الحزبية التي تبرز بين فترة وأخرى تضع المحافظة على مثلث لا يسر الناظرين. بيانات موظفي تعز كمشجب قديم لتعثر صرف الرواتب لم تعد كذلك، في ظل حديث مصادر عن أن البيانات أصبحت جاهزة ومصححة منذ أشهر في عدن. لا ينقص تعز الذرائع المتعلقة بصرف الرواتب، ربما تقترب من ذات الذرائع المتعلقة بالحسم والتحرير التي بدأت بالمطالبة بمغادرة أسماء لقيادات بعينها حتى يتم ذلك التحرير، ومضت الأشهر منذ ذلك الوقت ولكن لم يحدث شيء. ذرائع انعدام المرتبات من بينها عدم توفر السيولة النقدية على الرغم من وصول طبعة جديدة من العملة النقدية قدرت بنحو 200 مليار ريال يمني، تلاها دفعة جديدة بحجم المبلغ السابق بحسب مصادر اقتصادية وجهات رسمية. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي الذي ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من تعز الرئيس الدوري للقاء المشترك في المحافظة عبد الحكيم شرف. أستاذ عبد الحكيم، إذا ما بدأنا بالاجتماع الذي تم لأحزاب اللقاء المشترك، ما هي أبرز القضايا التي ناقشها ذلك الاجتماع؟ نحن طبعا عقدنا سلسلة من الاجتماعات، كان في من أولويات اهتماماتنا هو الوضع في وضع المحافظة والوضع المأساوي الذي تعاني منه المحافظة بما فيها أيضا المرتبات. وطبعا اللقاء المشترك لم يألو جهدا في متابعة قضية المرتبات، وهذا كان من بداية شهر 12 عندما التقينا برئيس الجمهورية والتقينا أيضا برئيس الوزراء، وكان من أولويات اهتماماتنا هو المرتبات سواء كان المرتبات المدنيين أو العسكريين. طبعا نتائج اللقاء التي كانت مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الوزراء، واستطعنا في هذه الفترة يعني انتزاع رواتب التي هي
فيما يخص العسكريين، سواء كان الجانب العسكري ولا الجانب الأمني. لكن فيما يخص الجانب المدني، نحن ظلينا على وعود كبيرة جدا، واستمرت الفترة لفترة طويل من الانتظار إلى أن يعني نفذ صبر الناس، وبالأخير بدأوا الناس يخرجوا إلى الشوارع. نحن في إطار اللقاء المشترك أصدرنا العديد من البيانات والمطالبات أيضا، إضافة إلى الجهود التي أيضا بذلها الأخ محافظ المحافظة في مسألة متابعة الرواتب، وهذه طبعا هي كانت في الفترة الأخيرة. وربما الكل يعلم بأنه الشيكات كانت قد جهزت إلى البنك المركزي، ويعني كان المبالغ المالية قد حولت إلى الكريمي، والكريمي قد كان كل المبالغ المالية في حسابه. إذن أين هي الإشكالية؟ فجأة إيش اللي حصل بعد كذا؟ ما هي الإشكالية إذن؟ الإشكالية كانت ما بين البنك المركزي وما بين أيضاً الكريمي، على اعتبار أنه البنك المركزي بدأ يتذرع في مسألة السيولة وما سيولة. يعني هناك بالنسبة لسجلات الموظفين هي موجودة، ليست هناك إشكالية من هذا الجانب، فقط الأمر ما بين البنك المركزي الآن ومصرف الكريمي الذي تم تكليفه بتسليم هذه المرتبات للموظفين، أم ماذا؟ السجلات، بالنسبة للسجلات حق الموظفين، هي أعتقد محافظة تعز هي أول المحافظات الذي وافت البنك المركزي أو وافت المالية بسجلاتها. وكان في طبعا يعني من خلال لقاءاتنا مع وزارة المالية ممثلة بنائب وزير المالية، كان يثني على الموظفين بالنسبة للمالية في تعز أنهم استطاعوا أن يوفروا كل المعلومات، وكانت بأقرب وقت ممكن، وأفضل محافظة من المحافظات التي استطاعت أن توفر هذه المعلومات. المشكلة هي بقت أعتقد فين؟ في البنك المركزي. طبعا أنا استمريت مع محافظة المحافظة في فترة تقريبا لا تقل من شهر إلى 40 نهار. كان محافظ المحافظة يعني هو بشكل مستمر يذهب ما بين البنك المركزي وما بين أيضا وزارة المالية، ويقوم بالمعاملة بشكل مستمر، لدرجة أنه أطلقوا عليه أنه أصبح موظف عندهم يعني في مسألة المعاملة وليس محافظا للمحافظة. المشكلة هي في البنك المركزي. محافظ البنك المركزي طبعا يعني ما كانش في نوع من الاستجابات المباشرة بالنسبة له. في طبعا القائم بأعمال البنك المركزي، ومن خلال زيارتنا له، نحن زرنا على محافظة المحافظة لعدة مرات، وفي الأخير يعني كان أبدى حسن نية وحاولوا أن يوصلوا المبلغ إلى الكريمي بشكل، لأنه حصلت أنه حق بالنسبة للموظفين حق التربية كان في دفع، اتفقوا على مسألة الدفع. الدفعة الأولى سلمت، الدفعة الثانية هي التي احتجزت كانت في الضالع، والدفعة الثالثة بقت يعني ما بين يعني كان في تراوح فيها، وما كانش في نوع من المباشرة، على اعتبار انه ينتهوا او يخلصوا من ايش، من انجاز الدفعة الثالثة. طيب هذا بالنسبة للموظفين، لكن محافظة المحافظة أصدق، هل هذا الامر بالنسبة لجميع الموظفين يعني بنفس الحال، ام أن بقية الموظفين لم يسلموا الرواتب؟ يعني منذ متى لم يتسلم بقية الموظفين رواتبهم؟ المكاتب التنفيذية، بالنسبة للمكاتب التنفيذية، المكاتب التنفيذية كان في هناك يعني قد قطعت الشيكات حق المكاتب التنفيذية إضافة إلى الدفعة الثالثة حق التربية، فكانت اللي هي جاهزة في البنك المركزي جاهز، تقدر تقول الدفعة الثانية إضافة إلى الدفعة الثالثة والدفعة المكاتب التنفيذية، هذه كانت جاهزة في البنك المركزي، فقط على الكريمي أنه يروح يستلمها ويروح يصرف. أيش الذي أخرهم في الأخير؟
هذه المشكله اللي ما نعرف ايش الذي حصل بعدين. طيب يعني في نهايه المطاف استاذ عبد الحكيم، انتم يعني جزء من السلطه الشرعيه، قياداتكم جزء ايضا من الحكومه، لماذا لا يكون هناك خطاب مباشر بينكم وبين الحكومه، ام انه يبدو ان هناك نوع من الاهمال لمحافظه تعز؟ ما الذي يجري بالتحديد؟ هو في الحقيقه الاهمال هو وارد لمحافظه تعز، باعتبار انه محافظه تعز لها 9 أشهر لم تستلم راتب، وموظفي تعز يعني أصبحوا صابرين وصبر ونفذ صبرهم أكيد، لكن في الأخير أنا أقول إنه صح نحن كلنا نتحمل المسؤولية، نحن بدورنا في إطار حزب اللقاء المشترك أعتقد إنه طالبنا بالكثير، ويعني ظلت مطالبتنا بشكل مستمر إلى أن كان مطالبتنا في آخر تقريبا أول يعني في الأمس عندما أصدر البيان، وكان واضح بالنسبة للقاء المشترك إنه يعني يطالب برواتب الموظفين إضافة إلى الاحتجاجات اللي حصلت، إضافة إلى مسيرة البطون الخاوية التي إيش طالبت برواتب الموظفين، لكنها في الأخير يعني منعت من دخول عدن، وكان هذا المنع هو نتيجة مخاوف تقريبا بالنسبة لإيش للسلطات في عدن، كان في نوع من المخاوف على اعتبار إنه نحن في حالة استثنائية والوضع استثنائي يعني. مفهوم. فبالأخير منعوا دخول هذه المسيرة، هذه من ضمن المطالبات أو مطالبات يعني الموظفين في رواتبهم، لكن أنا أقول بأنه على الحكومة على رئيس الجمهورية أن يتحملوا المسؤولية المباشرة تجاه أبناء تعز وتجاه رواتب أيضا تعز بتوفيرها وبأقرب وقت تسليمها، لأنه بالنسبة للموظفين في تعز بلغ السيل الزبا، وبالتالي لابد أن يقوموا بتوفير الرواتب وبشكل مستمر أيضا. نعم. طيب لكن هناك تساؤل أستاذ عبد الحكيم حول التوقيت، يعني المرتبات لها 9 أشهر لم تأتي إلى المحافظة كما تتفضل، لماذا الآن جاء هذا الاجتماع وناقش هذه الإشكالية وصدر هذا البيان؟ طبعا نحن مش انا قلت لك انه نحن من شهر 12 عندما التقينا في رئيس الجمهوريه في معاشيق في محافظه عدن، واليوم الثاني التقينا في رئيس الوزراء، وكان من ضمن لقاءاتنا الذي هو المطالبه بصرف رواتب الموظفين، ليست طبعا الانيه اللحظه، وانما انا اقول انه من فتره طويل والاحزاب السياسيه واحزاب اللقاء المشترك تطالب برواتب الموظفين، إضافة إلى المطالب التي نحن قدمناها في هذه الفترة عندما التقينا فيهم، كان تقريبا يعني في حدود قدمنا رسالة تشتمل على 11 مطلب. هذه المطالب عكست طبعا، قدمت هذه الرسالة لرئيس الوزراء. ما كانت هذه المطالب عكست أستاذ عبد الحكيم برسالات عكست في ايش؟ في رسائل إلى الجهات التي إلى الجهات المختصة، في منها ما استطعنا ايش الحصول عليها، ومنها لم يعني عيقت ما استطعنا الان الى حد الان للوصول اليها، ولكن مع هذا نحن نطالب الان الحكومه ونطالب رئاسه الجمهوريه بتلبيه كل المطالب التي ايش التي قدمناها في هذه الرساله، والتي هي متضمنه ل 11 نقطه او 11 بند. طيب انتم تحدثتوا الان عن نوع من الاعاقه، هل تم معرفه من وراء اعاقه وصول هذه المطالب وتفعيل الأمور التي طالبتم بها بالنسبة لمحافظة تعز؟ طبعا هو ما نقدر نقول لك من الإعاقة بالتحديد فين، لكن كل واحد يرمي المشكلة على الآخر كل واحد يرمي المشكلة على الآخر، وأنا أقول بأنه على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تحل هذه الإشكاليات. طبعا صدر قرارات من رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء بأن محافظة تعز عليهم أن يتعاملوا مع محافظة تعز كبقية المحافظات الجنوبية المحررة، لكن إلى الآن نتائج هذه القرارات لم نلمسها، وبالتالي نحن نتمنى من رئيس الجمهورية ونتمنى أيضا من رئيس الوزراء وحكومة الشرعية إنها تقوم بتلبية مطالب أبناء تعز، والذي هي متمثلة في تسليم الرواتب، والمتمثلة أيضا في مسألة الإسراع في تحرير هذه المحافظة، وأيضا النظر إلى
ما تعاني هذه المحافظة اليوم. المحافظة هذه أصبحت تعاني من أشياء كثيرة، أصبحت تعاني من حصار، أصبحت تعاني من قلة الإمكانيات بالنسبة للجانب الصحي. اليوم المستشفيات تكاد أن تكون، خاصة المستشفيات الحكومية تكاد أن تكون يعني شبه مغلقة، لأن طيب هناك يعني أقسام يعني قبل أن ندخل إلى الجانب الصحي أستاذ عبد الحكيم، قبل أن ندخل إلى هذا الجانب، كان هناك يعني اليوم خبر في وكالة الأنباء الرسمية سبأ تحدث على أن نائب وزير المالية يقول استكملت إجراءات صرف مرتبات محافظة تعز وسيتم تحويلها خلال اليومين القادمين. هذا الخبر صدر في يوم 17/6، بالتالي يعني ربما بالأمس كان ذلك. على هذا الخبر هل يمكن ويتحدث فيه على أنه منصور البطاني نائب الوزير المالية يؤكد استكمال الإجراءات، هل تعتبرون أن ذلك كان ردا من قبل الحكومة على البيان أنه هناك تفعيل لخطوات صرف المرتبات، أم في أي سياق يمكن الحديث حول هذا البيان؟ والله بالنسبة لموضوع البطاني أنا طلعت على البيان أمس الليل، وطبعا هذا البيان يعني أو هذا الخبر الذي وصل يعني كان هو مفرح، سواء كان بالنسبة لي أو بالنسبة لعامة الموظفين يعني. نعم. لأنه الناس أصبحوا منتظرين لرواتبهم بكل شغف. لكن أنا أقول بالنسبة للبطاني، نحن التقينا في البطاني قبل شهرين، والتقيت فيه أنا ومحافظ المحافظة، والتقينا مع أيضا مع اللجنة التي شكلت من حق مسيرة البطون الخاوية. التقينا فيه وكان يؤكد لنا يعني فعلا وقعت أمامنا الشيكات وراحت إلى البنك المركزي وسلمت إلى البنك المركزي. المبالغ المالية يعني جهزت في البنك المركزي لكن وراحت إلى حساب الكريمي بعد كذا، لا نعرف إيش اللي حصل يعني. يعني الإشكالية هنا، محافظ المحافظة سافر، الإشكالية هنا فعلا. لأنه أنا أقول لك أنه في بالنسبة لرواتب شهر 12 كانت كلها جاهزة، رواتب شهر 12 كانت كلها جاهزة. بالنسبة للدفعة الثانية للموظفين الذين هم حق التربية، والدفعة الثالث إضافة إلى المكاتب التنفيذية، هذه كلها كانت جاهزة. لكن للأسف الشديد لا نعلم إيش الذي أعاق بعدين تسليم تسليمها لإيش للكريمي، ومنع الكريمي من صرف هذه الرواتب بشكل مباشر. هذه مشكلة. البطاني طبعا نعم. كنا على اتصال نحن طبعا معه وكان متفاعل، لكن نتيجة ما حصل بعد كذا انه راحت الشيكات الى البنك المركزي وراح الى حساب الكريمي، لا نعرف ايش الاسباب وايش المشكله الذي عاقت عدم تسليم الرواتب. طيب استاذ عبد الحكيم، دعنا نشك معنا في الحوار الان المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي الذي ينضم لنا ايضا عبر الهاتف من تعز. اهلا بك استاذ عبد الهادي. اهلا وسهلا، سلام لك اخي. اهلا وسهلا، تسمعنا بشكل جيد استاذ عبد الهادي؟ نعم اسمعك جيد. جيد، إذن يعني ربما تبعت بيان اللقاء المشترك حول أزمة الرواتب. هناك حقيقة أزمة ليست فقط على صعيد الرواتب في تعز، إنما أزمة في موضوع التحرير، أزمة رواتب إدارة المناطق المحررة، كذلك الوضع الصحي. كيف تتابع كل هذه الإشكالات؟ أزمة كل منها تخلق الأخرى. أزمة الرواتب عطلت السلطة المحلية، وأزمة الرواتب هي من عطلت الجانب الصحي أيضا وعطلت بقية المرافق. نحن في حالة انفتاح عام انهارت أو جرى إفراغ السلطة المحلية التي كانت عدا بيد حزب المؤتمر الشعبي، وبالتالي أصبح إحلالها وبدون إمكانيات أمر في غاية الصعوبة. المسألة مرتبطة أولا بالرواتب بدرجة أساسية، إلى الآن منذ شهر نوفمبر 2016 إلى اليوم، يعني هي العملية توقفت منذ شهر سبتمبر تماما، وبالتالي اختلت المسألة، إضافة إلى أتون الحرب التي تدور في حوالي 9 مديريات من المحافظة وعلى أطراف المدينة، وبالتالي هذه المحافظة المكتظة بالسكان والتي ربما مع النازحين الموجودين فيها يصل سكانها إلى ما فوق 4,500,000 نسمة، هذه مشكلة كبيرة وهي من المحافظة كثيفة السكان، وبالتالي التعامل معها. هناك أزمة مركبة تتحمل الحكومة مسؤولية أو المسؤولية الأولى في هذا الجانب، لأن الأمن مرتبط بمسألة الرواتب، الجيش مرتبط بمسألة الرواتب، التحرير أصبح اليوم مرتبط بمسألة الرواتب، عودة الموظفين، هنالك ما قرابة 60,000 موظف أي 60,000 أسرة، ف
تقريبا في محافظة تعز الآن أصبحت ما تحت خط الفقر أو أصبحت شبه معدمة بعد حوالي 8 أشهر من غياب الرواتب. هذه الأزمة مرقومة على الحكومة، الحكومة بيدها تفويضا عام بإدارة البلد وهي السلطة الشرعية، وبالتالي هذه مسؤوليتها وعليها حل هذا الإشكال. كثرت الوعود، أصبحنا نرى وعدا بالنهار وعدا بالليل، أي أننا نسمع كعكعة كبيرة حول الرواتب وأوامر وتصريحات، لكن لا نرى طحين ولا نرى رواتب إطلاقا. وهذه هي المشكلة الأساسية. اليوم هنالك اجتماع للنقابات في تعز بعد بيان الأحزاب السياسية. النقابات دعت إلى اعتصام عام، وهي الآن حالة عصيان، بمعنى آخر هناك حالة عصيان سوف تدخلها المناطق المحررة والمدينة في حالة عدم صرف الرواتب، وبالتالي يتحمل المسؤولية في هذا الجانب الحكومة التي أمطرتنا بوعود منذ يعني ما قبل 5 أشهر إلى الآن. الوعود الأولى ذهبت إلى الكريمي وكما قال ضيفك ثم غابت ولم تعد، وعلى هذا الرحيل ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها وصرف الرواتب بدلا من رمي المسألة على المحافظ والذي أصبح معينا دون أن تتوفر له أدوات لممارسة مهامه بالقدر الكافي. مجرد قرار التعيين ليس عصا موسى الذي يمكن أن يقطع كل شيء، لكن التعيين يدفعه الإيفاء بمهام هذا المنصب ومستلزماته. نحن في حالة إعادة الدولة، وإعادة الدولة تقتضي إمكانيات. الحرب أيضا هي مال بالأول والأخير مال، وبالتالي يجب أن تغطى بكافة الجوانب في معركتنا الكبيرة لإعادة الدولة. طيب لكن عندما تتحدث الآن عن اجتماع لنقابات في تعز يدعو لاعتصام عام، ألا يمكن أن يؤثر ذلك ويعطل نوعا ما الأمور في تعز بشكل أكبر، أم أن الأمر فعلا قد يثمر في تحقيق ثغرة في يعني موضوع الرواتب، موضوع التحرير وملفات الأزمة في داخل تعز؟ يا أستاذ، أنت عندما يقول لك الناس وأنت رئيسا لنقابة نحن أطفالنا يتضورون جوعا، تحملنا 8 أشهر، ما هي الحلول؟ يعني هل الحل أن نقول الناس يسمعون من الحكومة كلام جميل، لكن الكلام الجميل لا يشبع بطونهم، الكلام الجميل لا يأتي بمستلزمات أطفالهم، الكلام الجميل أيضا والأوامر والتصريحات تدور داخل عدن لكنها لا تصل إلى تعز. ما يحدث الآن، أوامر تخرج من رئاسة الوزراء تتعطل في البنك المركزي، ما يخرج من البنك المركزي يتعطل في الطرف الآخر. المسألة ربطت الإيرادات وما إيرادات، هذه مسائل مركزية يجب أن يفتح فرعي البنك المركزي في عدن أو يفوض البنك الأهلي، يجب أن تكون هنالك إجراءات. هذه المحافظة المسمى تعز لم يزورها رجل حتى بدرجة نائب وزير بوكيل وزارة أول، لم يزر هذه المحافظة منذ أن تحررت مديرياتها منذ ما قبل 2 عامين. يعني المسألة هنالك نوعا من الإهمال الكبير الذي تتعرض له المحافظة بشكل كبير. يمكن تدابر هذه المسائل، لماذا لا تلجأ الحكومة إلى قرض؟ لماذا لا تلجأ إلى أي من الوسائل الأخرى للمعالجات على الأقل في المسألة العسكرية والمسألة الأمنية؟ أيضا لا زالت النيابات خارج العمل القضائي. يعني المسألة الآن تتراكم، والسبب الأساسي الجنرال مرتب. نعم، طيب إذا أشكرك أستاذ المحلل أستاذ عبد الهادي العزازي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. قبل أن أعود إلى رئيس الدوري للقاء المشترك في محافظة تعز الأستاذ عبد الحكيم شرف، مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا نعود للنقاش مع الرئيس الدوري للقاء المشترك في محافظة تعز الأستاذ عبد الحكيم شرف. أستاذ عبد الحكيم، جميع الأزمات كما يعني يطرح الأستاذ عبد الهادي العزعزي تتمحور حول أزمة الرواتب، حتى موضوع التحرير من وجهة نظري يعني يتضرر بمسألة الرواتب. ما الخطوات التالية الممكنة في حال تمت أو في حال استمرت هذه المماطلة بالنسبة لموضوع الرواتب في تعز؟ طبعا في اعتقادي أننا إحنا في إطار اللقاء المشترك لنا خطوة سريعة وتحرك سريع، ربما تكون خلال بكرة أو بعد بكرة يعني بالكثير، على أساس يعني نألو جاهدين من أجل حل إشكالية الرواتب مع الحكومة. لكن أنا أقول بأنه مشكلة الرواتب أثرت بكل سلبياتها على تعز، سواء كان على مستوى التحرير أو سواء على مستوى الوضع الإنساني أو سواء على مستوى الوضع الصحي أو على مستوى الوضع المعيشي، فهي أثرت بشكل كبير تأثيرها. لأنه تخيل يعني من 9 أشهر موظفي الدولة لا يستلمون رواتب في تعز، هذه مشكلة كبيرة. يعني صحيح. هناك أيضا نتائج تتفاقم عليها أشياء كثير، الذي هي مساوئ كثيرة، مساوئ صرف عدم صرف الرواتب على الشرعية، في مساوئ كثير. يعني تقدر تقول من ضمن هذه المساوئ أولا يعني عملية الحاضنة الشعبية. يعني عندما نحن نشعر أنه الشرعية ليست قادرة على أنها تقوم بدفع رواتب الموظفين، فهذه هي معضلة ومشكلة أيضا. عندما قامت أيضا بسحب البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، كان عليها يفترض عليها أن تقوم بصرف رواتب لكل موظفي الدولة، على اعتبار أنها أصبحت مسؤولية مباشرة عن اليمن بشكل عام وعن جميع موظفي أبناء اليمن بشكل عام. وأنا أتمنى من رئيس الجمهورية ومن رئاسة الوزراء ومن الوزارات المعنية أن تقوم بالإسراع بصرف رواتب جميع موظفي الدولة، سواء كان في القطاع المدني أو في القطاع العسكري والأمني، نتيجة الحاجة الملحة لهؤلاء الناس، وبالتالي وضعهم المعيشي الذي تفاقم والذي أصبح يعني له سلبيات كثيرة وتداعيات لهذه الأمور. يعني فأتمنى عملية الإسراع ودراسة الموضوع بأقرب وقت ممكن، وبالتالي على اعتبار أنه فيما أن يشعر أبناء اليمن أو أبناء تعز بأن هنالك سلطة مسؤولة عليهم، يعني تعطيهم أيضا نوع من الإطمئنان في أن الدولة أصبحت أن تلبي طموحات هؤلاء الناس أو تلبي جزء من طموحاتهم. طيب يعني نحن الآن عندما نتحدث في سياق أزمة الرواتب، ربما يجب وضع هذا السياق فيما يحدث في تعز بشكل عام، من موقع يعني بشكل عسكري مثلا. كيف هي الأمور بالنسبة لتعز؟ أين هو موقعها الآن؟ الأمور العسكرية في تعز طبعا مهددة بالمخاطر. تعز اليوم تضرب، تعز اليوم تقصف من 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 المناطق المحاذية، يعني من مناطق التماس الذي هي في الحوبان أو في المنطقة الغربية. تعز تضرب اليوم، سواء كان في الجانب العسكري أو في الجانب الاقتصادي أيضا تضرب هي في كل الحالات. وإذا كان الحرب هنالك حرب اقتصادي، أيضا هنالك الحرب العسكري. هو لا يعني في الأخير ما فيش فرق ما بين حرب عسكري وما بين حرب اقتصادي، يعني كلاهما يعني هو قاتل. وبالتالي يعني تعز تتحمل اليوم إشكالية كبير، إشكالية حرب عسكري وإشكالية حرب أيضا حرب اقتصادي بعدم تلبية أو صرف رواتب الموظفين، فكلاهما حرب يعني. طيب من خلال تقييمكم أستاذ عبد الحكيم ومتابعتكم، هل تتعاطى الحكومة الشرعية مع بقية الملفات في داخل تعز بخلاف الرواتب؟ يعني إذا ما فصلنا هذا الموضوع بذات الآلية وبذات الكيفية، أم أن هناك نوع آخر من التعاطي في تلك الملفات؟ هو طبعا يعني إلى الآن بالنسبة للحكومة يعني هي بادية طبعا في مسألة تفعيل وزارتها وتفعيل مكاتبها. أعتقد في بعض الوزارات إلى حد الآن لم تفعل مكاتبها،
وبالتالي في نوع من الاختلال، الاختلال موجود وما زال قائما. يعني ما فيش عملية تشبيك إلى اليوم، ما في عملية تشبيك ما بين الوزارات وما بين مكاتبها في المحافظات. يعني على الوزراء أو رئاسة الوزراء وعلى الحكومة أن تألو جهدا في أن تقوم بعملية تشبيك ما بين الوزارات وما بين المكاتب، لأنه عملية تشبيك ما بين الوزارات وما بين المكاتب بيحل إشكالية كبيرة. لكن اليوم نلاحظ بأنه في بعض الوزارات مكاتبها في شنطة يدوية، يعني ما فيش معها مكاتب، ما فيش معها موظفين، ما فيش معها ميزانية، فهذه إشكالية تعتبر. لكن في بعض الوزارات بدأت التعاطي وبدأت على أساس أنه إيش يعني تعمل نوع من عملية التشبيك. وعلى سبيل المثال مثلا في وزارة المالية، يعني أنا لاحظت أو لمس من خلال ما كنت إلى جانب الأخ المحافظ أنه في نوع من التشبيك، في نوع من التعاطي، في نوع. لكن بعض الوزارات إلى اليوم ما زالوا الوزراء أنفسهم يشكوا، وهذه مشكلة. يعني طيب، يعني في سياق كل ذلك أستاذ عبد الحكيم، أنتم في أحزاب اللقاء المشترك، ألا يمكن هناك يعني مجال لعمل أكثر من فقط إصدار هذا البيان ومتابعة الحكومة في هذه الأمور؟ هل من بالإمكان لديكم القيام بدور أكبر، خاصة وأنتم يعني تمثلون كما تفضلت حاضنة شعبية كبيرة بالنسبة للحكومة الشرعية في مدينة تعز؟ نحن لم نكتفي طبعا في إصدار بيان فقط. نحن في السابق يعني كما قلت لك في شهر 12 تحركنا لرئيس الوزراء ولرئيس الجمهورية وطرحنا لهم العديد من الإشكاليات اللي حاصلة في إطار مدينة تعز، مفهوم، في إطار محافظة تعز. واستجاب طبعا، كان هناك لك استجابة كبيرة من رئيس الوزراء، وكما سبق وأن وضحت لك بأنه استجاب رئيس الوزراء وقام يعني بعمل رسائل للجهات الذي نحن رأينا أنه في نوع من الإشكاليات أو نوع من مسألة تفعيل مكاتبها أو يعني تلبية مطالبات الذي نحن طالبنا فيها. اليوم أيضا اللقاء المشترك لا يكتفي أيضا، ولا يمكن أن يكتفي بمسألة بيان. نحن علينا أن نتحمل المسؤولية الأخلاقية كلقاء مشترك، كأحزاب سياسية، كقوى سياسية في تعز، علينا أن نتحمل المسؤولية الأخلاقية وأن نقف بكل قوة من مع هؤلاء الموظفين، مع المطالبة بحقوقهم، مش فقط بإصدار البيانات، ولكن أيضا في التحرك الجاد والسريع باتجاه الدولة وباتجاه رئاسة الجمهورية من أجل توفير أو صرف أيش رواتب الموظفين. ونحن إن شاء الله يعني قريبا سيكون في هنالك يعني نتائج إيجابية، وأتمنى بأقرب وقت يعني أنه بإذن الله. طيب، دعنا نشك معنا في النقاش أستاذ عبد الحكيم مدير مكتب الصحة في تعز، الأستاذ عبد الرحيم السامع، دكتور عبد الرحيم السامع، أهلا بك دكتور. مرحبا بك وبالسادة المشاهدين وبضيفك الكرام. حياكم الله دكتور. إذن هناك أزمات في تعز، منها ما ينعكس سلبا باتجاه الوضع الصحي في المحافظة خصوصا مع وباء الكوليرا، كيف تؤثر مثلا مسألة انقطاع الرواتب على القطاع الصحي عموما؟ أخي العزيز، أنا أعتقد أن مسألة انقطاع الرواتب قد أخذ حقه بما يكفي، بل وزاد عن حده، وما زاد عن حده انقلب ضده. الحديث عن الرواتب أصبح حديث سمج وغير ذو جدوى إذا لم تتحرك الحكومة الشرعية والوزارة لدفع رواتب قطاع الصحة لانتشال المحافظة مما هي فيه. أنا أعتقد أنه حتى إذا اعتبرت الحكومة أن هؤلاء الموظفين هم عبيد، فالعبد أيضا لابد أن يأكل ويشرب ليبقى على قيد الحياة ويقدم خدمة الاستعباد. لكن يبدو لي أن الوضع قد وصل إلى ما هو أبعد من هذا التفكير، فانقطاع رواتب قطاع صحي لمدة 10 أشهر، وطبعا أنا أتحدث عن القطاع الصحي لأنني مسؤول عن هذا القطاع، لكن أنا أقول كل موظفي الدولة، أنا أعتقد أن الوضع وصل إلى ما هو أبعد من ذلك، وأنه قد فقد حتى نوع من الإحساس بالمسؤولية، وفقد حتى الشعور بالإنسانية. دعك عن المسؤولية والمواقع وهذه الظروف كلها، لكن ألا يوجد شيء من الإنسانية في التفكير كيف يعيش الموظف المعتمد على راتبه لمدة 10 أشهر، ثم بعد ذلك نأتي لنتكلم عن رداءة القطاع الصحي؟ طبعا رديء، ألف رديء ومليون رديء،
بل وكارثة. كيف تتحدث عن قطاع صحي رديء وأنت لا تدفع رواتب لمدة 10 أشهر لمن يريد أن يلقى على قيد الحياة؟ أكيد بالتأكيد. ثم إذا تحدثنا عن كارثة الكوليرا، ما هي الكوليرا؟ هل الكوليرا هذه مخلوقات فضائية سقطت على 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 سماء تعز ثم أحدثت هذه الكارثة وهذا الموت وهذه الأعداد الكبيرة التي تجاوزت الآن 12 ألف حالة داخل المحافظة؟ هل هي أتت من فراغ؟ لا، لم تأتي من فراغ، أتت من انقطاع الرواتب في القطاع الصحي وفي صندوق النظافة والتحسين وفي مؤسسة المياه، جاءت من انهيار مؤسسة الصرف الصحي، جاءت من انهيار قطاع الصحة وتوقف المستشفيات، وجاءت من انقطاع الأدوية، جاءت من الحصار، كلها جاءت من انعدام الرواتب والموازنات التشغيلية. إذن ليه يعني هذه الفلسفة البيزنطية اللي نتفلسف فيها ليل نهار لا تحتاج أكثر من صرف الموازنات التشغيلية والرواتب؟ ننتهي الموضوع ونهدأ كلنا، حتى أنتم في الاستوديو في القنوات ستهدؤون من هذه الأخبار المزعجة. إذن هذه الفلسفات وهذه الكتابات وهذه المسؤوليات والمواقع كلها تحتاج إلى ميزانية ورواتب شهرية، لا نطولها ولا نعرضها باليمني بالمفتوح، يعني بالكلام المفتوح. طيب يعني في ظل هذا الوضع كيف يمكن تدارك الأمر بمستوى الإمكانات البسيطة مهما كانت؟ شوف أخي، الحديث عن الإمكانات الموجودة حديث ذو جنون، مش ذو شجون، ذو جنون. يعني إذا تحدثنا عن الإمكانيات الحالية لمواجهة وباء الكوليرا فنحن نكذب على أنفسنا أولا، ثم نكذب على شعبنا في تعز، ثم نكذب على الله. يعني إذا تحدثنا عن الإمكانيات الحالية، عن من نتحدث؟ نتحدث عن منظمات دولية تجمع الأموال ثم تنسق مع الانقلابيين والميليشيات لحصار المحافظة؟ عن من نتحدث؟ نتحدث عن نظام صحي ورثناه من الانقلابيين، نظام صحي منهار ثم ازداد انهيارا بعدم صرف موازنات تشغيلية لمدة 2 عامين؟ ما الذي تتوقعه؟ أنت إذا لم تصرف على ابنك لمدة 2 أو 3 أو شهر ستفقد هذا الابن وسيفقد الولاء وسيذهب إلى الشارع ليجد له أبا آخر. إذن 2 سنين من عدم وجود الموازنات التشغيلية وعشرة أشهر من عدم وجود رواتب، ثم يأتي السؤال بظل الإمكانيات البسيطة؟ لا، ما فيش يا أخي، ما فيش لا إمكانيات بسيطة ولا متوسطة ولا حتى أقل من بسيطة. نظام صحي منهار، نظام لا يمكن أن يقوم بأعباء معالجة عشرات الآلاف من حالات الإسهال الحاد. هذه الكارثة إذا ما اجتاحت المحافظة بأكثر من ما هو حاصل اليوم لن ينجو منها أحد، حتى الذي في خارج المحافظة سيسأله التاريخ وسيسأله الله في وقت آخر. طيب الآن بالنسبة للمستشفيات العاملة في المحافظة أستاذ عبد الرحيم، هل يعني موجودة، هل تستمر؟ ما هي المستشفيات العاملة بالنسبة للمحافظة في تعز؟ أخي، المستشفيات كلها فاتحة الأبواب وعبارة عن هياكل. يعني ما هي المستشفيات؟ المستشفيات عبارة عن هياكل مفتوحة الأبواب، لكن أنا أعتقد أن إذا استمر الوضع على هذا الحال حتى هذه الهياكل سوف تقفل. يعني أنا أبشرك أن مستشفى الثورة العام إذا لم يتم تدارك الوضع ورفضها الآن لا يوجد داخل، خلي اسمعني بس بهذه الملاحظة، الآن داخل مستشفى الثورة العام لا يوجد إلا جراح واحد فقط، هو رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور أحمد النعام. كان آخر جراح موجود إلى جانبه إلى ما قبل أسبوع واحد الدكتور عبد الحكيم قاسم، ترك المستشفى لأنه لا توجد رواتب ولا توجد، من أين يأكل ويشرب؟ يعني ما الذي يبقيه داخل المستشفى؟ إذا سألتني عن كم هي عدد المستشفيات العاملة وكم هي عدد المستشفيات المفتوحة، أنا أقول لك هياكل المستشفى كلها موجودة. أنا الآن قبل دقائق من الاتصال بي من الاستوديو كنت في مستشفى الجمهورية أتفقد قسم الكوليرا، وضع مزري، يعني وضع مزري. بعدين يأتي مسؤول يقول لك ليش مزري؟ أقول له ما فيش ماء. ليش ما فيش ماء؟ لأنه ما فيش موظف. ليش ما فيش موظف؟ لأنه ما فيش راتب. طيب والماء ليش ما تشتروه؟ لأنه ما فيش فلوس. طيب أقول له المحاليل قليلة. ليش؟ لأنه المحاليل ما وصلت، المساعدات مركز سلمان التي أرسلت إلى عدن إلى اليوم ننتظرها، صار لنا يمكن أكثر من 3 أسابيع. محافظة تحتاج إلى 180 كيلو جرام من الكلور شهريا، أرسل لها 45 كيلو. إيش نقطره بالقطارة ولا نشممه المواطنين؟ يمكن نضعه في قوارير ونشمم المواطنين، كل واحد يعمل له شفطة كذا من داخل قارورة.
يا أخي أنت تسألني عن وضع مميت. إذن سنكتفي أستاذ عبد الرحيم السامعي بهذه التفاصيل التي ذكرتها. أشكرك مدير مكتب الصحة في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. إذن أعود إلى الأستاذ عبد الحكيم شرف رئيس الدوري للقاء المشترك في المحافظة، هل من تعقيب ممكن على ما تفضل به مدير مكتب الصحة في تعز؟ إلى متى سيستمر الوضع بهذا الشكل؟ الشكر الجزيل لدكتور عبد الرحيم السامعي، وأنا سمعت منه حول هذه الجوانب في المستشفيات، لكن أنا أقول بأنه مسألة الموازنة التشغيلية أيضاً علينا أن نتحمل مسؤوليتنا في تعز. في هنالك الموارد المالية في المحافظة يجب أن تصب كلها في وعاء واحد الذي هو البنك المركزي. إذا ما استطعنا أن نضبط هذه الموارد وأن تصب في وعاء واحد، وبالتالي نستفيد منها في مسألة الموازنات التشغيلية وبعض الإمكانيات التي نحن ممكن نغطي فيها في سواء في المستشفيات أو في بعض المرافق الأخرى، فمهم جدا تفعيل دور الإيرادات وفي نفس الوقت أيضا أن تصب في مكان واحد اللي هو البنك المركزي. هذه ممكن أن تحل لنا جزء كبير من المسؤولية، حتى ممكن أن تنهي الذرائع أو الأسباب أو المبررات التي قد يطرحوها في عدن إنه محافظة تعز ما تورد إلى البنك المركزي يعني في عدن. نتيجة إيش؟ نتيجة مبررات لهم إنه نحن ما أعطينا رواتب نتيجة إنه ما فيش إيرادات جاية من تعز وكذا. لكن أنا أقول في هذا الجانب علينا أن نفعل الدور الإيرادات، وفي نفس الوقت تروح من هذه الإيرادات كموازنات تشغيلية لبعض المكاتب. فعلا المستشفيات اليوم وضعها وضع مزري جدا، مستشفيات داخل المدينة وضعها وضع مزري، أطباء ما فيش، يعني أقسام معطلة، عمليات ما فيش، بالتالي أصبحت بعض المستشفيات الخاصة هي التي تعمل الآن في إطار المحافظة. هذا لا يكفي، بينما ينبغي على الجهات المختصة سواء كانت في وزارة الصحة أو في وزارة المالية أن تقوم بدعم المستشفيات الحكومية، لأن المستشفيات الحكومية هي أساس التطبيب في محافظة تعز بالذات. علينا أن نكون يعني أو نوصي بشكل إيجابي أن تقوم هذه الوزارة أو وزارة الصحة ووزارة المالية برفض المستشفيات الحكومية حتى تستطيع أن تقوم بواجبها على أكمل وجه. إذن أشكرك أستاذ عبد الحكيم شرف الرئيس الدوري للقاء المشترك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولكل الضيوف الذين كانوا معنا في هذه الحلقة. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء منصور النقاش ومحمد المقبلي وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.